انا عاوزك تحكي لي القصه، ازاي بنتك نجحت ومعاكي صوره بكده خلاص، وازاي بنتك سقطت بعد كده. ابعت لحضرتك دلوقتي ماشي، بعتها عشان احطها في الفيديو اللي انا بعمله لك دلوقتي. قولي لي القصه بالبدايه، ايه اللي حصل بالظبط؟ هقول لحضرتك اللي حصل. اللي حصل بالليل، انا المدرسه بعتت لي كود، دخلت على الكود ده، مبروك نورهان جمعه بالاسم بتاعها بالكامل اللي بنتي نجحت. تمام. رحت عشان اتاكد، جبت رقم واحده تانيه من مدرسه تانيه ودخلت على نفس الرقم، مبروك مثلا الفلانيه دي نجحت. النهارده بنتي تسقط، واللي في المدرسه التانيه اللي انا جبت لها الشهاده بتاعتها برضو نجحت. الله، ازاي يعني؟ ازاي ده؟ ازاي؟ والله العظيم هبعت لحضرتك دي وهبعت لحضرتك دي دلوقتي. انا بعتها لي عشان الناس تشوف اللي بيحصل ده ايه. شوف والله العظيم انا مستوى بنتي كويس، انا مش انا بنتي ممتازه، انا عارفه بنتي وعارفه مستواها. بنتي جايبه 42 ازاي؟ بنتي جايبه 42 ازاي؟ لا اله الا الله يا رب، لا اله الا الله. ما فيش مدرس في المدرسة بتاعتها ولا في الدروس بتاعتها ما يقول لي نورهان وحشة. أنا كل المدرسين قالوا لي لو بنتك حطيت على المستوى ده بنتك أقل حاجة هتجيب 85، والله العظيم بنفس الأسلوب، والله العظيم. لا إله إلا الله يا رب، لا إله إلا الله. المدرسين بتوعها وأصحابها كلهم كانوا ما يحسدوا بنتي على مذاكرتها وعلى مستواها اللي كان كويس. إزاي؟ إزاي؟ أنا أما أموت أنا وبنتي جوزي، أنا أما أموت والله العظيم أما نموت، عشان أنا كل اللي غشوا بنتي نجحوا. ازاي كل اللي بنتي كانت معاهم في اللجنه نجحوا، وبنتي اللي مديالهم. لا اله الا الله يا رب، لا اله الا الله. ابعتي لي بس، ابعتي لي الصور دي يا فندم كده، وانا هرفقها بالفيديو، وانا هعمل بس مباشره، اعمل لي معايا مداخله. لا حضرتك اتصرف والله العظيم. حاضر يا فندم، حاضر حاضر، هنرفع الفيديو يمكن يجيب نتيجه، يا رب نعمل اي حاجه، بس نعمل اي حاجه. حاضر حاضر ماشي، هبعت لحضرتك.